حقيقة هذا اللقاء والحضور ديالكم من عميق القلب، يعني بكل صراحة من أفضل اللقاءات لليوم. أنا تنحسب عرس، أكبر عرس للمرأة المغربية عامة والمرأة الجهوية ديال جهة فاس مكناس بالخصوص، وهاد المفاجآت اللي نظموا المنظمات، أقول المنظمات وعلى رأسهم الأخت السيدة الرئيسة خديجة الحجوبي والطاقم ديالها، برهنت على حسن تسيير التنظيمات، وهذا إنما إن دل فيدل على التجربة الجمعوية اللي هي أعطت واحد نبدة وأعطت واحد بينت وبرهنت يعني التجربة الجمعوية التنظيمية. واليوم هذا اللقاء اللي شفنا، المفاجأة الأولى، المفاجأة الثانية، المفاجأة الثالثة، يعني مفاجآت جد غريبة، وعشنا من عميق القلوب ديال النساء، لا من نساء جمعويات ولا من نساء مناضلات الحزب ولا بعد تدخلات ديال الأعضاء ديال الحزب ككل، وخاصة اليوم هذا اللقاء كان يوم عالمي ديال المرأة اللي تدخلات باهرتنا وبينت بأن حب النساء في هذا العرس اللي هو الحفل ديال المرأة، ولو اليوم احنا في بداية أفريل هو حفل ديال مارس، فهو هذا الحفل السنة كلها حفل المرأة، ويعني وهذا ديبلوم تنفتخر به لأن كهدية لمدينة فاس والغيورين على مدينة فاس، وتنشجعوا الناس ديال مدينة فاس وهما الأول اللي غادي كلهم يردوا الاعتبار لفاس. هذه الأمسية طبعا لقاء تواصلي قسمناه إلى عدة محاور. المحور الأول خصناه لمحور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء، انطلاقا من المكتسبات التي تمت مراكمتها على المستوى الوطني، انطلاقا من الإشارات القوية التي يعطيها جلالة الملك لأبناء شعبه وخصوصا للنساء ودورهن في صناعة القرار السياسي والقرار على مستوى المؤسسات الدستورية بشكل عام. حزبنا ناضل بقوة باش هذيك اللائحة الوطنية تولي لائحة جهوية، ما تبقاش يعني 60 تولي فيها 90، وأكثر من ذلك طموحنا هو أنه النساء يعني هن المجتمع، كل المجتمع وليس نصف المجتمع فقط، وبغينا ونضالنا نساء ورجالا شبابا وشيوخا داخل الحزب من أجل مزيد من التمكين السياسي للنساء والاقتصادي والاجتماعي. وكانت المداخلات بحضور ثلة من الفاعلين، رئيسة المنظمة وكذلك النواب البرلمانيين، من أجل يعني الوقوف على ما تم إنجازه حصيلة العمل في أو المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، خصوصا ونحن نجتمع في مدينة العلم، مدينة الثقافة، مدينة جامعة القرويين، هذه الجامعة التي كانت وراء يعني بنائها امرأة سيدة فاضلة هي فاطمة الفهرية. طبعا النساء هم شقائق الرجال في الأحكام، وبالتالي ما يمكنش بلادنا تحقق ما تصبو إليه من تنمية وسؤدد وتقدم ورفعة بدون ما تكون المرأة في مقدمة يعني مؤسسات دستورية حضورا وترشيحا وانتخابا. وخصنا نعطيو الفرصة للنساء باش يبينوا على الكفاءات ديالهم. أكثر من ذلك في العالم هناك دراسات تؤكد على أن النساء هن أقل فسادا ورشوة من على المستوى الدولي من الرجال. لذلك أن حزبنا جاء لتحرير الطاقات، بغينا مزيدا من تحرير الطاقات بالنسبة للنساء، مزيدا من تواجدهن في المؤسسات المنتخبة، في الجماعات، في الجهة،
وفي البرلمان وفي المناصب الوزارية، ولماذا لا؟ طبعا أثبتت المرأة أنه حتى في الدبلوماسية الدولية الحمد لله النساء المغربيات يبذلن لنا يعني مجهودات كبرى، أيضا في مختبرات البحث العلمي في العالم هناك نساء، هناك مغربيات في النازا، هناك مغربيات في مراكز متقدمة من البحث العلمي الدقيق. وبالتالي في الشق المتعلق بتمكين للنساء كنعتبروا احنا في العصر والمعاصرة أن الممارسة هي الأساس. معكم منيا ظريف، عضوة الأمانة الإقليم، عضوة في الأمانة الإقليمية عن إقليم صفرو. دونك لي الشرف الكبير أنني نتلقى شهادة تقديرية من طرف الأمانة الجهوية للحزب أصالة والمعاصرة. دونك وأنا فخورة جدا بهذا الحفل البهيج، هذا العرس اللي كان على شرف الباميات نساء الأصالة والمعاصرة. الشكر الجزيل الأمين الجهوي، الشكر الجزيل الأعضاء البرلمانيين، الشكر الجزيل كذلك للأستاذة رجاء العزمي رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة. دونك نفتخر بهذا الحفل البهيج، نشكرهم على الشهادة التقديرية، جزيل الشكر. وكبامية كنقول لجميع نساء الأصالة والمعاصرة أن خصهم ينخرطوا، خصهم يوقفوا يدا بيد مع الرجل لخوض غمار الانتخابات والدفاع عن حقوق النساء. وي انا سميتي مامادو كان وعايش هنا في فاس منذ 26 عام، وانا سنغالي سيدي ممثل بكونسيلات السنغال هنا في فاس، ونفرح جدا اليوم باش يكون مع المغاربه في هذا العفل ديال النساء ديال المراه لو 8 مارس اللي ديرنا هذيك 3 افريل في 2021. جيتو باش دونك يكون قادر مع الجميع، ونشكر المغاربة ونشكر صاحب الجلال محمد السادس الله ينصره وجميع الأصدقاء والإخوان المغاربة. كنشكر الشكر الجزيل للأستاذة خديجة الحجوبي، هذه الفاعلة الجمعوية أو أيقونة العمل الجمعوي ماشي غير فاس، على الصعيد الوطني، اللي كانت وراء التجهيزات هي اللي نجحت هذا الحفل بصحبة الطاقم ديالها، الستاف ديالها، بجانب الكاتبة الإقليمية اللي منظمت نساء الحصالة المعاصرة، حتى هي كنشكرها من هذا المنبر. وكنقول لالا خديجة اللي غادي تكون مرشحة عن حزب أصالة والمعاصرة للاستحقاقات المقبلة بالنسبة للائحة المحلية، كنقول لها مرحبا بك عندنا في الحزب ديالنا. الحزب ديالنا كيعطي كيكبر بالمرأة، كيزيد بها القدام، كيعطيها البلاصة اللي كتستحق. الحزب ديالنا حزب ديمقراطي حداثي، حزب اللي كينصف المرأة وكيحترم مقاربة النوع. خير ذلك على ذلك عندنا رئيسة المجلس الوطني مرأة، وعندنا رئيسة جهة طنجة تطوان حسيمة مرأة. هذا إن دل على شيء، إنما يدل بأن الحزب ديالنا كان سباق الاحترام مقاربة النوع، ومازال إن شاء الله غادي نصف المرأة، لأن غادي يحترم الثلثين اللي تعطاتنا من سيدنا نصره الله. والمرأة تستحق كل خير، هذه المرأة اللي طالما عاشت التهميش والإقصاء جاء الأوان باش تبان وتبرز وتخرج للوجود. بمناسبة العيد الأممي للمرأة، وكنتشرفوا برئاسة الأمين العام الجهوي الدكتور أمين محمد حجير عفوا، ورئيسة منظمة النساء على المستوى الوطني السيدة رجاء أزامي، وكذا المنسقة الجهوية وعضوة المكتب التنفيذي لالا أسماء المراني. ونحن جد سعيدات يعني بهذا الحضور القوي والفعال للمرأة المناضلة القوية، يعني الغائدة المتألقة، يعني الصامدة رغم الإكراهات اللي كتعرض لها يوميا المرأة. ونحن أيضا يعني فخورات بالمستجدات الأخيرة المتعلقة بالكوتا ديال 30%،
وكنراهلوا عليها كنعلنوا هذا المكتسب يبان يعني الاستحقاقات المقبله ان شاء الله. وكنختم بالقول بان كل عام وانتن يعني رائدات متالقات سعيدات. كان بالتنسيق ما بين منظمه نساء الاسره والمعاصره وما بين الامانه الجهويه لحزب الاسره والمعاصره في جهه فاس مكناس، هو جاء لتخليد اليوم العالمي للمراه. كانت مناسبه اولا لتذكير بالمسار المشرق للمرأة المغربية، حيث أنها كانت شريك أساسي في جميع الأوراش الإصلاحية، في جميع المحطات المستنيرة، جميع محطات البناء في المغرب، لا قبل الاستقلال ولا إبان الاستقلال ولا بعد الاستقلال. وبالتالي كانت هذه مناسبة للتنويه بالمجهودات ديال المرأة المغربية على جميع المستويات، وكذلك كانت محطة للتأمل وكذلك لدق ناقص الخطر على التراجعات اللي كتعرفها هذا الملف النسائي على مجموعه من المستويات. كاين الجانب الحقوقي، كاين المنظومه القانونيه اللي قلنا على ان ضروري من مراجعه مجموعه من القوانين. انه يوم فعلا تاريخي، كان هناك لقاء لصلة الرحم بين جميع النساء، ثم يعني احتفال يعني على مستوى يعني الجهة. في الحقيقة حزب أصلة ومعاصرة نشعر بافتخار لانتمائنا لهذا الحزب، لأنه حزب الذي يعطي القيمة والمكانة القيمة للمرأة، وهذا يتجلى في أن تمثيل رئاسة المجلس الوطني تمثلها امرأة هي فاطمة الزهراء المنصوري، وكذلك من ناحية يعني تزكية انتخابات أن الحزب دائما يطمح إلى المناصفة من خلال يعني عندنا يعني رئيسة الجهة يعني امرأة، عندنا نساء في رئيسة يعني عندنا مثلا في التمثيلية ديال البرلمان 2011 نجد أن حزب الأسرة المعاصرة اعتمد المناصفة في مدينة فاس بأن منح التزكية لسيدة جمعوية بامتياز، هي السيدة خديجة الحجوبي اللي تمثل الجهة الشمالية والسيد عزيز البار. وهنا نلاحظ أن الحزب يسير في اتجاه المناصفة، وخير دليل على ذلك هو انتخابات 2016 يعني ضم لائحة الشباب إلى لائحة النساء. هذا هو قرار جريء، يعني كان حزب أصلا هو السباق لهذا القرار، والذي أصبح اليوم يعني ملزما لجميع الأحزاب، أصبح ملزما لجميع الأحزاب السياسية. كذلك أن حزب أصلا ومعاصرة سباق لخلق نوع من التحالف بين الفاعل الجمعوي والفاعل السياسي، وكسر هو بين الفاعل السياسي والفاعل الجمعوي بأن استقطب نساء يعني فاعلات جمعويات بامتياز، وخير مثال كما قلت هو السيدة خديجة الحجوبي الفاعلة الجمعوية بامتياز بمدينة فاس وعلى مستوى الجهة، ولما لا على مستوى الوطن وعلى مستوى يعني الدولي بفضل علاقتها وعملها المتواصل في المجال الاجتماعي. يعني كان سبق، وهذا أكيد هذا النهج سيسير عليه باقي الأحزاب. ندائي لجميع النساء الانخراط في الأحزاب السياسية من أجل رفع من تمثيلية المرأة في المشهد السياسي، وشكرا لكم.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.